من قبل قوات التابعة لقوات النظام لسلاح الجو السوري على وسط مدينة إدلب على المنطقة الصناعية. هذه الغارات جاءت رداً على الأسقاط المروحية التابعة لقوات النظام التي استخدمها قوات المعارضة السورية هنا شرق مدينة إدلب. إذن حالة من الرعب والزعل تعيشها الآن مدينة إدلب بعد إسقاط المروحية جراء القصف العشوائي والهستيري من قبل قوات النظام على محافظة مدينة على مدينة إدلب. إذن كانت أسعار تملأ المكان، حالة من الرعب والزعل الآن تعيشها الآن هذه مدينة إدلب. إذن كما تشاهدون قتلى وجرحى جراء غارات من قبل قوات التابعة لقوات النظام لسلاح الجو السوري على وسط مدينة إدلب على المنطقة الصناعية. هذه الغارات جاءت ردا على الأسقاط المروحية التابعة لقوات النظام التي استخدمها قوات المعارضة السورية هنا شرق مدينة إدلب. إذن حالة من الرعب والزعل تعيشها الآن مدينة إدلب بعد إسقاط المروحية جراء القصف العشوائي والهستيري من قبل قوات النظام على محافظة مدينة على مدينة إدلب. إذن كانت أسعار تملأ المكان، حالة من الرعب والزعل الآن تعيشها الآن هذه مدينة إدلب. Wow, they do. Who's that?
اخوان تجوا وتحتها تحتها. قتلى وجرحى جراء غارات من قبل ثمانية تابع لقوات النظام لسلاح الجو السوري على وسط مدينة إدلب على المنطقة الصناعية. هذه الغارات جاءت ردا على الأسقاط المروحية التابعة لقوات النظام التي يصدرها قوات المعارضة السورية هنا شرق مدينة إدلب. إذن حالة من الرعب والزعل تعيشها الآن مدينة إدلب بعد إسقاط المروحية جراء القصف العشوائي والاسكيري من قبل قوات النظام على محافظة مدينة على مدينة إدلب. سيارة إسعاف تملأ المكان، حالة من الرعب والزعل الآن تعيشها الآن هذه مدينة إدلب. Thank you.
كان كما تشاهدون قتلى وجرحى جراء غارات من قبل قوات التابعة لقوات النظام لسلاح الجو السوري على وسط مدينة إدلب على المنطقة الصناعية. هذه الغارات جاءت ردا على الأطلاق المروحية التابعة لقوات النظام التي أسقطتها قوات المعارضة السورية هنا شرق مدينة إدلب. إذن حالة من الرعب والزعل تعيشها الآن مدينة إدلب بعد اسقاط المروحيه جراء القصف العشوائي والاسكيري من قبل قوات النظام على محافظه مدينه على مدينه إدلب. سياده الصحافه تملا المكان حالا من الرعب والشعب الان تعيشها الان هذه مدينه إدلب. التي أسقطت بمضاد طيران. اثنين 2020. الله أكبر الله أكبر. أيمت الطيارة؟ الله أكبر. لا شباب إحنا بميناس هلا. الله أكبر. أسد الله أكبر. الطائرات المروحية التي سلطها نظام الأسد لاستهداف المدنيين وتحجيرهم وللسيطرة على مناطق المدنيين والسوار. الله أكبر الله أكبر. قميناس 11/2/2020. الطائرة المروحية التي أسقطت بمضاد طيران. اثنين 2020. الله أكبر الله أكبر. أيمت الطيارة؟ هلا الله أكبر الله أكبر. لا شباب إحنا بميناس هلا. الله أكبر. أسد الله أكبر. الطائرات المروحية التي سلطها نظام الأسد لاستهداف المدنيين وتحجيرهم وللسيطرة على مناطق المدنيين والسوار. الله أكبر.
الله أكبر. قميناس 11/2/2020 الطائرة المروحية التي أسقطت بمضاد الطيران. واو تيجو وتحت وتحت.